أكيد النجاح جميل، خصوصا بعد المعاناة والتعب والاجتهاد، لكن أنت في حالة وصولك لحلمك، كيف ستكون ردة فعلك؟ الفرح، الصياح، دموع الفرح. إيلون ماسك تلقى خبر أنه أصبح أغنى رجل في العالم بردة فعل كانت بسيطة، حيث قال في تغريدة على موقعه الأصلي تويتر: It's okay, let's get back to work. إيلون ماسك الملقب بالرجل الحديدي ورجل المستحيل والمعجزة هو واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في عصرنا، يسعى لإرسال البشر إلى كوكب المريخ، أحدث ثورة هائلة في عالم النقل والطاقة. صاحب شركة تيسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس للصواريخ، هدفه الوحيد هو تغيير شكل العالم من خلال إبداعه الشخصي. ويعتبر اليوم إيلون ماسك أحد العقول الأكثر سطوعا في القرن 21. ولد إيلون ماسك في جنوب أفريقيا سنة 1971 من أم كندية وأب من جنوب أفريقيا، وأمضى معظم طفولته في جنوب أفريقيا. وفي سن 10 من عمره بدأ إيلون ماسك بتطوير نفسه، تعلم لغات البرمجة ويقضي جميع أوقاته أمام الحاسوب. قرأ جميع الكتب المتعلقة بهندسة الإعلاميات، تعرض للتنمر في صغره مما أعطاه طاقة للاستمرار في عمله. وقام بتصميم لعبة سماها بلاستر، وعند بلوغه 17 انتقل إلى كندا هربا من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الجنوب الأفريقي. وفي سنة 1992 غادر الديار الكندية ليدرس الفيزياء وإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، وحصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد، وغير الشعبة من الاقتصاد إلى الفيزياء، حيث حصل على بكالوريوس ثانية في الفيزياء. بعد حصوله على بكالوريوس في الفيزياء انتقل إلى كاليفورنيا للبدء بتحصيل درجة الدكتوراه في مجال فيزياء الطاقة في جامعة ستانفورد. وبدأت شبكة الإنترنت في الظهور، مما وضع إيلون ماسك في حيرة. شهادة الدكتوراه أو عالم الويب، فقرر ترك الجامعة بعد يومين فقط من الالتحاق بها. وفي سنة 1995 أنشأ إيلون ماسك أول شركة سماها زيب2، هدفها مساعدة وسائل الإعلام والصحف على التطور داخل عالم الويب والإنترنت. وكانت تقوم بتوفير الخدمات لبعض المواقع الشهيرة كصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة شيكاغو تريبيون. ومن هنا بدأت شركة زيب2 بالنجاح، وفي عام 1999 قامت شركة كومباك بعرض شراء زيب2 مقابل 307 مليون دولار. أول تجربة لإيلون ماسك في عالم الويب تنجح.
ومن هنا بدأت نجاحات إيلون ماسك، حيث أنشأ في سنة 1999 موقع بنكي أونلاين X.com المعروف حاليا ببايبل. في سنة 2002 قام إيلون ماسك ببيعها لشركة إيباي مقابل مليار ونصف دولار. لكن إصرار إيلون ماسك لم يتوقف هنا فقط، ففي نفس السنة قام إيلون ماسك بتأسيس شركة تكنولوجيا الفضاء سبيس إكس، هدفها بناء مركبات للرحلات الفضائية التجارية. وبعد مرور 6 سنوات نجحت شركة إيلون ماسك، مما جعل وكالة نازا بالتعاقد معه. سأعود إلى نقطة أشرت فيها في مقطع، حيث احتار بين إكمال دراسته أو اتجاه إلى عالم الويب، لكن الاختيار كان صائبا يا إيلون ماسك. وفي سنة 2008 عاد إيلون ماسك ليخوض مغامرة جديدة، حيث قام بإنشاء شركة تيسلا موتورز، وهي شركة مخصصة لإنتاج السيارة الكهربائية، وبالطبع نجحت هي أيضا، حيث تجاوزت شركة جنرال موتورز عام 2017 لتصبح الشركة ذات القيمة السوقية الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية. دخل إيلون ماسك وشركته سبيس إكس التاريخ عندما أطلقت الشركة صاروخ فالكون 9 إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول شركة ترسل مركبة فضائية لمحطة الفضاء الدولية. وفي سنة 2013 حققت شركة سبيس إكس إنجازا ضخما، حين استخدمت صاروخ فالكون 9 لوضع قمر صناعي متزامن مع الأرض ضمن مداره. وفي سنة 2015 أطلقت الشركة صاروخ فالكون 9 آخر حمل على متنه قمر ديسكوفر الصناعي. أبدأ إيلون ماسك مؤخرا اهتماما واضحا في مجال الذكاء الصناعي، حيث أصبح رئيسا مساعدا في شركة الأبحاث أوبن إي آي التي أسست بهدف تطوير الذكاء الرقمي لخدمة البشرية. وفي سنة 2017 أطلق إيلون ماسك نيورالينك بنية صنع أجهزة قابلة للزراعة ضمن الدماغ البشري لمساعدة الناس على الاندماج مع التكنولوجيا. هكذا إيلون ماسك يصبح الآن أغنى شخص في العالم، بعدما كان ينفق حوالي دولار واحد على طعامه عندما كان في الجامعة. ها هو الآن يصبح أغنى رجل في العالم، ويبقى هدفه إرسال البشرية إلى كوكب المريخ.